الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف وهو باب أن الإمام لا يغسله إلا إمام من الأئمة عليهم السلام حاصل احاديث هذا الباب ان الله سبحانه وتعالى شرع وجوب تغسيل الامام عبر امام اخر مثله في الامامه يعني الإمام الحسن غسله الإمام الحسين. الإمام أمير المؤمنين غسله الإمام الحسن. وكل إمام لاحق غسل الإمام السابق. هذه من التشريعات الإلهية من الأحكام الخاصة بالأئمة عليهم الصلاة والسلام. ودلت عليه روايات مستفيضة. الواقفة من شبهاتهم كان ان الامام الرضا عليه الصلاه والسلام كان في المدينه والامام الكاظم توفي مسموما في بغداد فكيف حضر الامام الرضا جنازه ابيه ليغسله؟ وكان هذا مما يثيرونه للعامة لكي يقولوا ان الإمام الكاظم لم يمت وهو حي وهو المهدي وأن الإمام الرضا ليس بإمام حسب زعمهم وأيضا المأمون العباسي سأل هرثمة بأن الإمام الرضا توفي طبعا مسموما في خراسان في طوس وولده الامام الجواد كان في المدينه فكيف تقولون ان الرضا امام وان الجواد امام مع انه لم يغسله والامام لا يغسله الا امام الجواب على ذلك جوابان جواب ظاهري وجواب واقعي اما الجواب الظاهري ان هذا حكم تشريعي يجب اذا اجف الظالم بظلمه منع الامام من تنفيذ واجب هذا لا يضر بإمامته ولا بإمامة الإمام السابق منه. يعني مثلا الإمام يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا. هسه الإمام الكاظم قيدوه في السجن لسنوات في هذه السنوات اللي هو في السجن كان يتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا لأنه مسجون. ولعدم تمكنه سقط عنه الوجوب الحكم التشريعي اذا الظالم جاء ومنع عنه هذا لا يخل بمن كان ذلك الحكم يرتبط به مثال اخر الله سبحانه وتعالى اوجب اطاعته أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام والأئمة من بعده حس إذا الناس ما أطاعوهم هذا لا يخل بإمامتهم الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليطاعوا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله حس إذا الناس خالفوا الرسل هذا حكم تكليفي خالفوه لا يضر برسالة الرسل هذا الجواب الأول وهو جواب ظاهري الجواب الثاني وهو جواب واقعي هو أن كل إمام من الأئمة من أهل البيت عليه الصلاة والسلام حين التغسيل غسله الإمام اللاحق إما ظاهرا بكشوفا وإما بالخفاء بالاعجاز يعني الامام الحسن غسل امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام هذا كان ظاهرا مكشوفا الامام الرضا عليه الصلاه والسلام غسل الامام الكاظم لكن بطريقه اعجازيه بطي الارض لان طي الارض من المعاجز التي اعطاها الله سبحانه وتعالى لبعض اوليائه مثلا سليمان عليه السلام الايه الشريفه تقول ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر يعني مسيره شهر في نصف النهار يعني اسرع من الطائرات الحاليه غدوها شهر ورواحها شهر الله سبحانه وتعالى اعطى هذه المعجزه لسليمان واعطى نظير هذه المعجزه لمحمد صلى الله عليه واله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى في ليله واحده واعطى نظير ذلك للائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام فالامام الرضا بطي الارض ذهب الى بغداد من حيث خفي على الناس وغسل الإمام الكاظم، كما أن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كذلك بطي الأرض من المدينة حضر خراسان وغسل الإمام الرضا. كما أن الإمام زين العابدين عليه السلام بطي الأرض من الكوفة جاء إلى كربلاء لدفن الإمام لتدفين الإمام الحسين. عليه الصلاة والسلام مثلا انظروا إلى هذا الحديث اللي الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قاله لحرثمة ابن أعين ماذا قال له إنه سيشرف عليك المأمون ويقول لك يا حرثمة أليس زعمتم أن الإمام لا يغسله إلا إمام مثله فمن يغسل أبا الحسن علي بن موسى وابنه وابنه محمد بالمدينة من بلاد الحجاز ونحن بطوس أربعة آلاف كيلومتر أو أكثر الفاصلة وب وسائل ذلك اليوم المسير شهر شهريا أو أكثر فإذا قال لك ذلك فأجبه وقل له إنا نقول هذا الجواب الأول هذا الجواب الأول. إنا نقول أن الإمام يجب أن يغسله الإمام، فإن تعدى متعد فغسل الإمام لم تبطل إمامة الإمام لتعدي غاسله، ولا بطلت إمامة الإمام الذي بعده بأن غاب عن غسل أبيه، ولو ترك أبو الحسن علي بن موسى بالمدينة لغسله ابنه محمد ظاهرا مكشوفا. هذا الجواب الأول. ثم الجواب الثاني ولا يغسله الان ايضا الا هو من حيث يخفى فهذا من خصائص الائمه عليهم الصلاه والسلام الامام لا يغسله الا امام الحديث الاول من احاديث هذا الباب من كتاب الكافي الشريف عن احمد ابن عمر الحلال او غيره عن الرضا عليه السلام قال قلت له انهم يحاجون يقولون ان الامام لا يغسله الا امام فقال ما يدريهم من غسله فما قلت لهم قال قلت جعلت فداك قلت لهم ان قال مولاي انه غسله تحت عرش ربي فقد صدق وان قال غسله في تخوم الارض فقد صدق قال لا هكذا فقلت فما اقول لهم قال قل لهم اني غسلته فقل فقلت اقول لهم انك غسلته فقال نعم الراوي يسال الامام الرضا عليه الصلاه والسلام ويقول ان الواقفه يحتجون على القائلين بامامه الامام الرضا عليه السلام بانه نحن واياكم نتفق على ان الامام لا يغسله الا امام والرضا كان في المدينه والكاظم مات مسموما في بغداد فلم يغسله الامام الرضا فلا يكون الامام الرضا اماما حسب زعمهم الراوي ماذا يقول يقول ما معناه اني اعتقد بامامه الرضا عليه السلام اسال اذا قال لي انه غسله تحت العرش انا اصدقه ليش لانه اعتقد بانه امام معصوم يعني الان انت اذا تسال كل مسلم إذا الرسول أخبرك بأمر خارق للعادة تقبل لو ما تقبل؟ يقول نعم أقبل. تسأل كل مسلم هل حدث هناك الإسراء والمعراج أو لا؟ يقول نعم. نقول بأي دليل؟ أنت شفته بعينك؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن، وأنا أصدق الله سبحانه وتعالى. ولأن الرسول أخبر وأنا أصدق الرسول صلى الله عليه وآله. المؤمن يؤمن بالغيب انت تؤمن بالرسول تصدقه تؤمن بالله تصدقه تؤمن بالامام المعصوم تصدقه حتى اذا قال كلاما اعجازيا يعني المضمون اعجازي اذا قال انه ذهب الى تحت العرش الى تحت العرش وغسل هناك انا اصدق اذا قال انه انه ذهب في تخوم الارض في بطن الارض وغسل هناك وصدق الإمام الرضا يقول له لماذا تجيب بجواب فرضي لو قال لو قال لا أجبهم بجواب جزمي أن الرضا هو الذي غسل الكاظم عليهم الصلاة والسلام فما أقول لهم قال قل لهم إني غسلته يتأكد يريد يتأكد أقول لهم إنك غسلته قال نعم انت بهذه الطريقة ابطل حجتهم هسه اذا ما صدقوا ذيك مشكلتهم مثل الانبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يحتجون على الكفار بحجج تدحض حجج الكفار لكن الكفار كانوا يكابرون مكابرتهم لا تعني أن الحجة ضعيفة هو يستدل يريد يبطل امامة الامام الرضا ويريد يدعي ان الامام الكاظم حي لم يمت. يستدل بكلام صحيح يقصد به امرا باطلا كما قال امير المؤمنين كلمة حق يراد بها باطل لان الخوارج كانوا في معارضتهم لامير المؤمنين علي عليه السلام ومن ثم في محاربتهم معه كانوا يستندون الى ايه من القران ان الحكم الا لله، كانوا يقولون الحكم لله لا لك يا علي. وكان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يجيبهم كلمه حق لان ايه قرانيه كلمه حق يراد بها باطل. ان الحكم الا لله مو معنى ان الله هو الامير. الله سبحانه وتعالى كل شيء بيده ومن جملة الحكم التكويني والتشريعي وهذا لا ينافي أن الله سبحانه وتعالى نصب أميرا على الناس كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حاكما على الناس الإمام لا يغسله إلا إمام كلمة حق لكن هؤلاء أرادوا منه باطلا فأنت أجبهم قل لهم ان الرضا امام بطي الارض ذهب الى بغداد وغسل اباه من حيث خفي على الناس. شنو المشكله في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قادر والامام الله سبحانه وتعالى منحه هذه القدره. هذا الحديث الاول. الحديث الثاني عن ابي معمر قال سالت الرضا عليه السلام. عن الامام يغسله الامام لان هاي الشبهه في زمان الواقفه ازدادت فاسئله كانت تتوجه الى الامام الرضا عليه الصلاه والسلام ليجيب عن هذه الشبهه. سالت الرضا عن الامام يغسله الامام قال سنه موسى بن عمران نعم احيانا واحد يحتجون علي بكلمه حق ما يعرف الجواب فينكر تلك الكلمه، ينكر ذلك الحق، وهذا مذموم في الروايات، انت ما تقدر تجادل، ما تقدر تناقش، لا تناقش، لا تجادل. مو انه تجي تنكر حقا لان اولئك ارادوا من ذلك الحق باطلا، انت ما تقدر تجاوب بان هذا الباطل لا يرتبط بذلك الحق. هنا الإمام يغسله الإمام نعم الإمام يغسله الإمام لكن الواقفة أساءوا الاستفادة من هذه الحقيقة من هذا الأمر أنت جاوبهم وبطل كلامهم مو تجي تبطل الحق الإمام يغسله الإمام الإمام الرضا ماذا أجاب سنة موسى بن عمران عليه السلام شنو المقصود بسنة موسى بن عمران في احتمالات من الاحتمالات ان موسى عليه الصلاه والسلام كثير من اموره كانت بالاعجاز وبالخفاء والله سبحانه وتعالى كما اخفى ولاده موسى وكما أخفى كثيرا من الأمور المرتبطة بموسى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر هي أتممناها بعشر كان قد أخفاها عن بني إسرائيل وهكذا بأمور أخرى كانت مبنية على الكتمان كذلك الإمام لا يغسله إلا إمام في بعض الأحيان الأمر مبني على الكتمان كما ان امر موسى احيانا كان مبنيا على الكتمان، هذا احتمال. الاحتمال الاخر ان هذه السنه بدات من موسى عليه السلام، حيث غسل اخاه هارون. هارون توفي في زمن موسى، والذي تولى تغسيله موسى عليه السلام. هارون نبي حجة لله لم يغسله الا حجة الله وهو موسى، وهذه السنة بدأت من ذلك الوقت، لأن أحكام الله سبحانه وتعالى الله يقدرها، لكن متى قدرها؟ الزمان يختلف حسب حكمته، بعض الأمور قدرها من قبل أن يخلق الخلق، بعض الأمور قدرها من بعد أن خلق الخلق، الأحكام التشريعية كذلك. الله سبحانه وتعالى يقدر بعض الاحكام ويشرعها في زمان قبله لم تكن مشرعه بعد ذلك شرعت. هذا الاحتمال الثاني في هذا الحديث. الاحتمال الثالث هو حضور موسى عليه السلام جنازه هارون وتغسيل هارون بطي الارض. لانه حين وفاه هارون لم يكن موسى حاضرا. عنده. هذا الحديث الثاني. واما الحديث الثالث عن طلحه. قال: قلت للرضا عليه السلام ان الامام لا يغسله الا الامام. فقال: اما تدرون من حضر لغسله؟ قد حضره خير ممن غاب عنه الذين حضروا يوسف في الجب. حين غاب عنه أبواه وأهل بيته هذا الحديث يبين الحضور الإعجازي يسأل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام الإمام لا يغسله إلا إمام يعني أنت بالمدينة جنت وأبوك في بغداد توفي مسموما الجواب ان الله سبحانه وتعالى قادر على احضاره فيحضره من شاء الله سبحانه وتعالى ويغيب عنه من شاء الله مثلا الامام يمثل هذا المثال يوسف عليه السلام حينما القاه اخوته في البئر قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين. زين القوه في البئر. اولا البئر عميق حتى اذا لم يكن عميقا بس مترين ثلاث امتار أربعة امتار. واحد يذب بالبئر وهو من لحم ودم وعظم. قد تكسر عظامه قد ينجرح. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام ما أصابه هذا النوع من الأذى وبعدين في البير وحيد خائف آنسه الله سبحانه وتعالى بجبرائيل ولعله كان مع جبرائيل ملائكة آخرين فحينما ألقي في البئر الملائكة أو جبرائيل مسكوه حتى لا يرتطم ولا يتأذى وآنسه جبرائيل كان يوحي إليه إلى أن جاءت السيارة يعني القافلة التي تسير وجاءت سيارة وهذه السيارة ماذا فعلوا فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام جبرائيل قال له تمسك الدلو فسحبوا الدال وشافوا ولد مراهق مراهق، يا بشرى هذا غلام وبعدين اشتروه من إخوته والقضية مفصلة ومعروفة أبوه يعقوب عليه السلام نبي لم يحضره في البئر مع أن الله سبحانه وتعالى كان وهو قادر على أن يحضره في البئر. سائر قرابات يوسف لم يحضروه. إنما الذي حضره جبرائيل. هذا أمر غيبي. ليس أمرا طبيعيا. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام توفي في بغداد مسموما. حضره الإمام الرضا. هذا مو أمر طبيعي، أمر غيبي. هسه في هالزمان وكذلك في أزمنة أخرى الحالة المادية طاغية الناس يريدون يقيسون كل شيء بمقياس مادي وحتى بعض المسلمين الروايات خو ينكرها خلص يجي إلى القرآن القرآن فيها إعجاز كثير يحاول ان يؤول جميع المعجزات ويرجعها الى امور طبيعيه. زين يعني الله مو قادر. يعني مو حكيم. يعني ما يريد يثبت صدق انبياءه. تريد تنكر هذا الشيء؟ اذا هو واحد مادي اصلا لا يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى. زين يعني هذا انت تبحث وياه في وجود الله. ما تجي تبحث وياه في المعاجز مثل ما واحد كافر يجي يناقشك في صلاة أو صوم أو حج أنت ما تناقش في هذه الأمور تروح تناقش في أصل الإسلام في أصل وجود الله في أصل نبوة الأنبياء في أصل نبوة محمد صلى الله عليه وآله إذا أثبتت ذلك تقول محمد من الله جاء بهذه الأحكام هسه احنا عرفناها ما عرفناها فهمناها ما فهمناها نطبقها لانها ند... لاننا ندري بان الله الحكيم العليم هو الذي امر بهذه هسه بعض الناس بين قوسين يقول اني الحكم اذا ما فهم علته وسببه ما انفذه يعني هو احنا المفروض انه كل الاحكام نعرف علتها وسببها يعني اذا انت رحت للطبيب وطاك دواء وعلاج وانت ما فهمت سبب العلاج تلقي العلاج في البئر مثلا تقول انا لازم افهم كل خطوه يريد يتخذها الطبيب بس اذا فهمت فهمت اما اذا ما فهمت تسلم له الله سبحانه وتعالى في القران الرسول في رواياته الائمه بينوا حكم كثير من الاحكام هسه احنا افتهمناها لو ما افتهمناها هسه اذا افتهمناها فنور على نور، اذا ما افتهمناها لكن نعلم بانها احكام صحيحه ننفذها سواء طابقت شهواتنا او لم تطابق، سواء طابقت فهمنا او لم تطابق، هسه صلاه الصبح ليش ركعتين؟ وصلاه المغرب ثلاث ركعات، هسه احنا نفهمها لو لا؟ ما نفهمها. لكن نعلم بأن الرسول صلى الله عليه ولا أمر بهذه الكيفية الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الكيفية إذا نحن نسلم على كل حال الملائكة جاءوا ليوسف وهو في الجوب والإمام الرضا عليه الصلاة والسلام جاء إلى الإمام الكاظم وغسله من حيث لا يرونه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون في ليلة الهجرة المشركون أربعين واحد أربعون واحد كانوا مسلحين طوقوا بيت الرسول صلى الله عليه وآله فالرسول تلا هذه الآية من سورة ياسين وخرج ولم يرونه ولم يروه ما شافوه وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. ما شافوا الرسول خرج ثم ذهب الى غار ثور بقي فيها فيه فتره ثم بعد ذلك تنكب الطريق من غير الطريق اوصل نفسه الى المدينه المنوره. وفي ذاك الوقت الرسول صلى الله عليه واله كان يتمكن ان بطي الارض يذهب الى المدينه كما ذهب الى المسجد الاقصى في ليله واحده، لكن بعض الاحيان المعاجز اشكالها تختلف، مو بالضروره المعجزه دائما تكون بشكل واحد. احيانا معجزه بشكل واحيانا بشكل اخر. موسى كانت معجزته العصا واليد البيضاء ومعاجز اخرى في تسع ايات. عيسى عليه السلام كانت معجزته إحياء الموتى إبراء الأكمه والأبرص وأمثال ذلك. محمد صلى الله عليه واله معجزته القرآن ومعاجز أخرى. صالح معجزته الناقه. في وقت الله سبحانه وتعالى بحكمته يشاء المعجزه وفي وقت لا يشاء المعجزه. أرادوا قتل عيسى الله سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء. وشاءوا قتل زكريا الله سبحانه وتعالى خلى بينهم وبين زكريا إلى أن قتلوه وكذلك يحيى هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى إن الإمام لا يغسله إلا إمام قال أما تدرون من حضر لغسله يعني لغسل الإمام الكاظم قد حضره خير ممن غاب عنه من غابوا عن الإمام الكاظم الملائكة الذين حضروا يوسف الذين حضروا يوسف في الجوب حين غاب عنه أبواه وأهل بيته من الذي حضره؟ الإمام الرضا والإمام الرضا خير من الملائكة لأن الأنبياء والأئمة أفضل من الملائكة هذا لا شك فيه عكس ما تقوله المعتزلة هذا بالنسبة إلى أحاديث هذا الباب نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين